هذا الطفل لاقينه بأحد مناطق كركوك، هو ولد أحد العوائل المتصلين بأقرب نقطة شرطة، فجابوه للمستشفى يوم 30/1، وهاي أول حالة بسنة 21. سميناه زكريا، عمره 4 أيام، كلش صغير يعني محتاج حنان، لازم واحد يهتم به. الطفل كلش فقير، بالبداية جابوه شوية تعبان لأن باقي بالبرد، فسوينا له اللي مطلوب، غسل معدة وشوية علاجات احتاج انطيناه، الحمد لله بحالة زينة هسه. قبلك كان اكو طفل اسمه أيوب، هم ان شاء الله على التقرير. أيوب وين صار مصيره؟ الحمد لله اجوا عائلة وتبنوا، والحمد لله هسه بحالة زينة ومستقر. تم ترك طفل في شوارع كركوك مجهول النسب، وتم إدخالها بعد إجراءات قانونية من قبل الشرطة والصحة إلى مستشفى أطفال، ولكن في حسب النظام المؤسسي في العراق ليس هناك مؤسسة معينة ومحددة يتم بتربية هذه الأطفال وعناية بهم وتوفير مستلزماتهم، مما تصر الموظفين ومنتسبي الدائرة المعنية أو المستشفيات بتوفير مستلزمات المعيشية إن كان من الحليب أو المستلزمات الأخرى لهذا الطفل.